السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الوالد يعطيه الصحة والعافية يا رب، وهذا ولدي فيصل ربي يوفقه يا رب ويكسبه رضانا يا الله يا رب. طيب ليه ما تهدي أبو فهد يسعدك ربي؟ قسم من بالله يعني ها ما شاء الله الوالد ما يقول له هدي ولا يقول له شيء، الوالد دائم رايح جاي مع ولدي فيصل، يعني ما شاء الله سفرياتهم كثير مع بعض ورايحين، وعارف سواقتهم عارف سواقة ولدي. لكن أنا آمين آمين، لكن هذا الولد يقول أنا يا أبويا ما بعطيك وجه وجدي جنبك يا ولد، أنا أبوك يا ولد. قال أبونا كلنا هنا موجود. قلت الله يوفق الجميع إن شاء الله، بس هدي وأنا أبوك. قال جدي ما قال هدي يا ولد. أنا مثلا أجنب وأركب سيارة تاكسي وأروح وأخليهم الاثنين مع بعض. أعطوني وجه يا أهل الله. والله الحمد حويلك نستغفر ونسبح هذا المغرب. طيب سبح واستغفر المغرب. طيب أنا خايف، أنا لكم أجر فيني لو هديتم شوي. هذا حاجة الاستغفار يا فيصل. لا أكيد. نعم استغفر الله. أنا ولد أبوي، أنا راضي والدين إن شاء الله، ماني بزعل أبوي ولا أني، بس ما أدري ليش الولد هذا يعني. والله انه رضي، بس هذا اليوم هذه اللحظه ترى اول مره اطلع معاه واطلع وراه ويسوق، وفي نفس اللحظه دي مو معطيني وجه. يا ولد عطني وجه انت هدي. ما شاء الله فيصل، ما شاء الله لك ولد محترف، ما شاء الله محترف. هذا الوالد ما شاء الله ايش يعني يسلك الولد، ما شاء الله يقول محترف روح ادعس. ادعس ليش يا ابوي؟ يا لان رجال محترف. شوف وانا لو ذا ما اسرع، انا معادتي ما اسرع، شفت كيف؟ بس اللي دايم راكب يعني السواق اصلا اذا ركب ذا يخاف، يعني عاده سواق مع سواق يخاف، بس الوالد ما هو خايف مره، مبسوط ويضحك يضحك يقول له دز دز دز. ليه يا ابوي؟ ترى والله صعب الوضع يا ولد. عط ابوك وجه، انا قاعد انا ابوك، انا عطني وجه بسرعه. عطني وجه، ترى السرعه ذي قسما بالله ما هو كلام اللي قاعد تسويه في ابوك. انا بدي اوصيكم عشان صلاه المغرب، ما هي عشان صلاه المغرب. شوف كيف يقول له، كيف يسلك له، يقول له يعني بيعبي علي. حلو هذه عشان صلاة المغرب. حنا لاحقين يا حبيبي. علشان صلاة المغرب ما حميد، حنا لاحقين إن شاء الله، لكن المغرب لا يفوت. لا يفوت المغرب، يقوم يدعس في الهدى. ما هي هذه يا فيصل؟ الله كيف؟ علشان صلاة المغرب. أنا مني الطاعة لوالدي، هو منها الطاعة لي. نعم نعم، لكن أنا جدة. الكل في الكل جدي. أيوه. الله يحفظكم الاثنين ويستر امورنا واموركم يا رب. يعني انا اغمض عيوني خلاص ما في فائده؟ ها لا تغمض، لا اغمض يعني اعيش العذاب؟ لا تغمض يا حبيبي. انا والله العظيم لو شفت رجولي فين، كيف شفت كيف فين رجولي حاطه موترها، خايف متوتر انا. ما طلعت معانا الجنوب لسه والله، ما باقي اسرع من كذا طلعتم. يا الله يا رب تعطيهم خير هذه الدنيا وخير ما فيها وجدته. يا الله يا رب بحط رجل على رجل ابو عبد الكريم ولا همه. اللهم صل على رسول الله. اللهم صل على رسول الله. اللهم صل على نصر وفتح. انا بغمض عيوني. السلام عليكم ورحمه الله.